ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مسؤولية نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، معلنا أن مسألة نشر التقرير تعود إلى وزير العدل أو المدعي العام الأمريكي ويليام بار. وقارب تحقيق مولر بشأن التدخل الروسي في تلك الانتخابات واحتمال وجود تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو على الانتهاء، غير أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لصدوره. ويسعى مولر في تحقيقه الذي بدأه في مايو الماضي أيضا لتحديد ما إذا كان ترامب أعاق سير القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يمسك بهذا الملف قبله. وأفادت تقارير إعلامية أن بار قد يعلن الأسبوع المقبل انتهاء التحقيق ويرفع ملخصا عن تقريره على وجه السرعة إلى الكونغرس. يشار إلى أن بار كان قد تعهد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير الماضي بحماية تحقيق مولر من أي تدخل سياسي. ويندد الرئيس الأمريكي منذ أشهر بتحقيق مولر معتبرا أنه حملة مطاردة سياسية تهدف إلى النيل منه، واصفا وزير العدل بأنه رجل استثنائي يحترم وزارة العدل.